ايسر العيل كوناتي لاعب طميه، وده كابتن سعيد يمكن كان متواجد معنا كابتن ابو العين الشحاته اتفرجنا عليه في ماتشين، قال لي الولد ده يلعب اهلي زمالك لعيب كويس قوي. مال كوناتي الوحيد اللي كان بيلعبه في ماتش واحد لعب ليبرو وباك شمال وهاف شمال وديفندر ودخله فورورد في نهايه المباراه، لعيب جوكر.
مدافع ايسر عيل كوناتي لاعب طاميه، وده كابتن سعيد يمكن كان متواجد معانا كابتن ابو العينين شحاته، اتفرجنا عليه في ماتشين، قال لي الولد ده يلعب اهلي وزمالك، لعيب كويس قوي. مال كوناتي الوحيد اللي كان بيلعبه في ماتش واحد، لعب ليبرو وباك شمال وهاف شمال وديفندر ودخله فرصه.